أخذنا الآن تفصيلا وافيا فيما يتعلق بالعلة، أعود ليس إلى وافيا لكن طيب واسعا لا بأس، أعود إلى مسألة المقاصد الآن. قلتم في التفريق بين العلة والمقصد أن العلة فيها قدر من الخصوص والمقصد فيه شيء من العموم. نعم. هذه العمومية في المقاصد، هل يمكن أن تجعل المقاصد أشياء محدودة طالما هي في هذا العموم الكلي، بحيث يقال المقاصد هي 4 أو 5 أو 10 فقط؟ لا، ما يمكن أن تحصر هكذا، لكن يمكن أن يحصر أنواعها، وكل نوع يمكن أن يكون فيه أعداد معينة. مثلا أنواع المقاصد هي الحفاظ على الأمور الستة التي ما شرع حكم من الأحكام لها الحفاظ عليها في الأصل، هي الضرورات. نعم، وهي الدين، ثم النفس، ثم العقل، ثم العرض، ثم النسل، ثم المال. على هذا الترتيب؟ على هذا الترتيب، هذا الراجح في ترتيبها، ولأهل العلم خلاف فيما يتعلق بالمال والنسل. طيب، فهذه إطلاق الضرورات عليها خطأ، بل هي مقاصد، لأن بعضها يدخل في الضرورات وبعضها في الحاجيات وبعضها في التحسينيات. أليست هي يقال عنها الضرورات الخمس حتى أو الست؟ هذا عبارة غير دقيقة، لأن هذه هي فيها تجزئة، مثلا الدين منه ما هو ضروري ومنه ما هو حاجي ومنه ما هو تحسيني تكميلي. فالضروري من الأفعال الواجبات، والحاجي منها السنن، والتكميلي المندوبات، ومن التروك الضروري منها هو ترك المحرمات، والحاجي ترك المكروهات كراهة مغلظة، والتحسيني أو التكميلي ترك خلاف الأولى. إذن الأظهر أن تشمل وهكذا في النفس أيضا، وهكذا في العقل، وهكذا في طيب. إذن الأظهر أن تسمى مقاصد. نعم. طيب، وكل ما يتعلق بالمقاصد هذه أرجعها بعض أهل العلم في الأصل إلى مقصدين فقط هما المذكران في سورة الشورى، بقول الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إقامة الدين وعدم التفرقة. كيف ترجع هذه الصفة؟ عدم التفرقة، كل هذه ترجع إلى عدم التفرقة، لأن الاعتداء على النفس، الاعتداء على العقل، الاعتداء على العرض، الاعتداء على النسل، الاعتداء على المال، ترجع كلها أسباب من أسباب التفرقة. طيب، القول بأن هذه هي المقاصد أو أصول المقاصد، كيف يتصور أن تؤثر هذه المعاني في الأحكام الشرعية؟ هذه ما من حكم الله وهو يرجع إلى صيانة هذه. علم أو جهل. علم أو جهل، لأنه إذا كان في التعبدات فهو راجع إلى مصلحة الدين، وإذا كان في المعاملات فهو راجع إلى الخمس الباقيين. لكن ما نجده في كلام الشاطبي وابن القيم أحيانا من الحديث عن مقصد العدل ومقصد هذه مقاصد جزئية فيما يتعلق في داخل كل واحد من هذه. لكنهم يرتبون عليها أحكام. النفس من المقاصد الداخلة فيها مقصد الحرية مثلا، ومقصد العدل أو العدالة، فكلاهما مقصد من مقاصد الحفاظ على النفس. طيب، فالحرية أنواع أيضا مقاصد في ذاتها، فحرية التفكير وحرية التعبير وحرية التنقل وحرية التملك وحرية ممارسة القناعات أو الشعائر، هذه خمس حريات في الأصل، وهي داخلة في إطار مبدأ الحرية الذي هو مقصد من مقاصد الحفاظ على النفس، الذي هو مقصد من مقاصد الستة الكبرى. طيب، محل السؤال الآن شيخنا، كيف تكون هذه المقاصد كما قلت في صدر الحديث مؤثرة في الأحكام، أو هل يتصور أصلا أن تكون مؤثرة في الأحكام، أو أنها تثبت أحكاما لم تثبتها النصوص الجزئية من الآيات والأحاديث، أو تغير أحكاما أثبتتها النصوص الجزئية من آيات وأحاديث؟ لا، بالنسبة لسلطان المقاصد، نعم، محصور، هو نعرف به حكمة الشارع، ونعرف به إعجازه، إعجاز الشرع الذي جاء من عنده، ونعرف به أيضا حرمة بعض الأمور التي لم يرد النص بها لأنها جديدة قياسا، فنلحق بها، نلحقها بأقصد بالمنصوص عليه فقط. لكن بالنسبة لإلغاء نص بها هذا غير ممكن أصلا، فالنصوص لها احترامها، ولهذا فالناس الآن بين قسمين، بين مهرط في المقاصد ومفرط فيها. فالمفرط فيها إفراطه يقتضي الاعتداء على النصوص وتعطيل كثير منها، والتفريط فيها في المقاصد يقتضي كذلك الحرفية والظاهرية الجامدة التي تقتضي إلغاء القياس بالكلية وإلغاء العقل وعدم إعماله بالكلية، ولا بد من التوسط في المقاصد بين الجانبين. فإذا أهملنا
قضية المقاصد بالكلية وفرطنا فيها، فإننا حينئذ سنفهم الشرع على أنه مجرد أوامر ونواهي وجهها إلى المكلف عليه أن يفعلها بالإكراه فقط بلا إدراك. بلا إدراك. وإذا أفرطنا أيضا في المقاصد ربما عطلنا بعض الأحكام مع أنها باقية، فكثير من الأحكام ذهبت أسبابها وعللها وبقيت هي، كالانطباع والرمل في الطواف، طواف القدوم، طواف العمرة، فقد كانت حكمة ذلك وسببه وجود ما حصل لدى المشركين من استضعاف للمسلمين وأنهم أنهكتهم حما يثرب. هل أفهم من هذا شيخنا أنكم ترون أن المقاصد هي مسائل إدراكية محضة، يعني مجرد أن تدرك بها قيمة الحكم أو حكمته دون أن يكون لها تأثير في الحكم؟ هي لها فوائد أخرى. ما لها سلطان على الحكم؟ لا، ما لها سلطان على الحكم بذاته، لكن يمكن أن يلحق بها. كيف؟ في المستقبل مثلا تجددت أحكام جديدة تحقق مقصدا من هذه المقاصد، نلحقها بذلك المقصد بالقياس. كذلك هي حوافز على الامتثال، إذا عرفناها كان ذلك داعيا للامتثال للحكم ومعينا على الالتزام به. هذه من فوائدها. وكذلك من فوائدها أيضا معرفة إعجاز الشرع وإدراك حكمة الله جل شأنه. لكن الشاطبي كان يقول في الموافقات شيخنا أن هذه المقاصد العامة قد ثبتت بعشرات النصوص ومئاتها، فهي عنده أقوى وأثبت من أحد النصوص، وبالتالي إذا تعارضت فإنه يقدم هذا. ما تتعارض أصلا، لا يمكن أن تتعارض، لأن أحد النصوص لا بد أن تدخل في، إذا لم تدخل في مقصدي من هذه المقاصد دخلت في مقصد آخر. يعني مثلا وبالأخص المقصد الأكبر الذي هو مقصد الدين، الحفاظ على الدين، كل ما لم تفهم أنت علته وكل ما لم فهو داخل، إذا أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم هو. لكن ذهب وجه النظر إذا كان الأمر هكذا. لا لم يذهب، لكن عرفت أن لك دارا أخرى هي الدار الحقيقية، وإن الدار الآخرة هي الحيوان ولو كانوا يعلمون، وأن فيها كثيرا من المصالح المفاسد أيضا، وأن مصالحها مجهولة لديك، أنت لا تعلم ما تجوز به الصراط، ولا تعلم ما تسقى به من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تعلم ما يرجح كفة الحسنات إلا من خلال النصوص. يعني دعني أعطيك مثلا حتى أوضح ما أريد. الآن من مقاصد الإسلام هو الدعوة إليه ونشره وتحسين صورته عند الناس ومعرفة حقيقته إلى آخره. فإذا ما كان تصرف ما من التصرفات، دعني أقول الثابتة حتى بأحكام أو بأثار جزئية، ينقض هذا الأصل وينقض هذا المقصد، كمصافحة الأجنبيات مثلا في الدول الأوروبية بما يترتب عليه مثلا من تشويه صورة الإسلام والنفرة عنه والإقدام على الإسلام أولى، كالقول مثلا بتطريق المرأة المسلمة من زوجها بمجرد إسلامها إذا كان غير مسلم، وفي ذلك ما فيه من الصد عن دين الله أصلا وعدم الإقبال عليه، وهذه أحكام كلها ثابتة بنصوص، لكن النظر إلى مآلاتها تفضي إلى أن المقاصد الكبرى للشرع تتعطل. لا لا تتعطل، بل تتحقق مصالح مع مقاصد أخرى تدخل هذه في مقاصد أخرى. فمثلا ما يتعلق بالمصافحة، أنت لا تنظر إلى الضرر المتعلق بالغير، بل انظر إلى الضرر المتعلق بنفسك أنت، وهو فأنت إذا خالفت أمر الشارع فأنت عرضة لبطلان العمل، عرضة لكثير من المهالك الكبرى الأخروية والدنيوية. لكن هو القول شيخ باعتبار النصوص، باعتبار المقاصد عفوا، يجعل أن ترك أو أن السلام في هذا الوضع هو المطلب الشرعي، يعني ليس هو مخالف للشرع حين يسلم في هذا المقصد. ليس الحال كذلك، الحال قد يحتاج إلى المقاصد في حالة واحدة، وهي تعارض ما يتعلق بالالتزام الديني والالتزام التنظيمي فقط. لو أوضحنا أكثر. لم يأتي نبي قط إلا بنوعين من أنواع الالتزام، هما ما يسمى بالالتزام الديني والثاني الالتزام التنظيمي. طيب. في الالتزام الديني بمعنى الطاعة لله جل شأنه، ويشمل ذلك طاعته هو كرسول مبلغ عن الله جل شأنه، والكاف هنا ودخول الكاف منقصة. طيب. كما قال أبو طيب. والالتزام الثاني هو الالتزام التنظيمي، بمعنى أن هذا النبي قائد من عند الله، والله الله الأمر رئيس الدولة. نعم. طيب. ولذلك لم يأتي نبي إلا قال فاتقوا الله وأطيعون، فاتقوا الله هذا الالتزام الديني، وأطيعوني هذا الالتزام التنظيمي. طيب. فإذا تعارضا في الظاهر، مثلا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يصلي أحد العصر إلا في ديار بني قريظة في يوم الأحزاب، فبعض الناس فهموا أن المقصود هنا هو تعجيل الغزو إلى بني قريظة، فصلوا العصر في المدينة ولحقوا ببني قريظة، وبعضهم وقفوا عند النص
حين تعارض عليهم الالتزام الديني الذي فيه ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا والالتزام التنظيمي الذي هو يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، فقدموا طاعه الرسول صلى الله عليه وسلم على وقت الصلاه ولم يصلوا العصر الا بعد ان خرج وقتها في ديار بني قريظه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على احد من الطائفتين بل اقرهما معا. واين موضع المقاصد في هذه الصوره؟ هنا الذين راوا ان المقصد الشرعيه هو التعجيل والمبادره فقط، هذا الذي قصده الشارع قصده النبي صلى الله عليه وسلم، وان الشارع اتى بقاعده اكبر من ذلك وهي ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فقدموا المقصد، والذين اخروا الصلاه قدموا حرفيه النص. فهمت؟ طيب. ونظير ذلك ما حصل لعبد الله بن أنيس حين أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لاغتيال خالد بن سفيان، فأتاه وقت صلاة العصر فقال ممن الرجل؟ قال رجل من العرب سمع أنك تجمع لهذا الرجل فأتيت ليشهد معك فإن غنمت رضخت لي، قال هو على ما سمعت، فأمسك بيدي فجعل يطوف بي بين الجموع حتى كادت الشمس تغرب وما صليت العصر، فصليتها إلى غير القبلة أيماء حتى إذا اختلط الظلام اختلطت سيفي فأطرت رأسه، وقلت له أقول له السيف يعجم رأسه وأنا ابن أنيس فارسا غير قعددي، إذا حارب المختار أي منافق سبقت إليه باللسان وباليد. فهنا تعرض على عبد الله أمران، أحدهما الأمر الشرعي الالتزام الديني، التزام الديني بالصلاة في وقتها إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والثاني تنظيم لقتل الرجل. فنظر إلى المقصد الشرعي، لماذا أرسل الله الرسول صلى الله عليه وسلم ولماذا شرع الأحكام؟ لتحقيق العبودية لله في الأرض. أيهما أكبر تحقيقا لهذا المقصد الشرعي؟ أن يصلي هو ركعتين فيقتل، أو أن يقتل هذا العدو الذي كان سيجتث بيضة الإسلام؟ رأى أن الذي يحقق المقصد الشرعي من إقامة الدين في الأرض هو قتل الرجل. طيب المثال الآخر أيضا سيوضح الفكرة أكثر بالنسبة لي، ما يتعلق بحد الردة خاصة وربما الحدود عامة، معلوم النصوص فيها ومن بدل دينه فاقتله إلى آخره، ولكن نرى اليوم أن إعلان هذا الحد فضلا عن تطبيقه هو يفضي إلى نفرة شديدة جدا من الإسلام وإعراض من طوائف كثيرة عن الدخول فيه بحجة أنه دين لا يؤمن بالحرية الشخصية وإلى آخره، ألا يسوغ تأخير هذه الحدود، دعني لا أقول تعطيل مثلا، تأخيرها وكذا مراعاة لهذا المقصد الشرعي؟ بالنسبة للتأخير إذا كان لوقت محدد لحكمة محددة فليس هو التعطيل ولا لا حرج فيه، راجع الاجتهاد، راجع الاجتهاد الحاكم. الحاكم يمكن أن يؤخر المحاكمة اليوم إلى غد أو بعد غد إلى آخره باجتهاده، لكن كثير من الناس يظنون أننا إذا تنازلنا عن بعض الشرع وقطعناه وجزناه كنا كل مسألة لم تعجب أعداء الإسلام قطعناها قلنا هذه نحذفها من الإسلام، لا هو ليس لأجلهم، وإنما هذا ليس دعوة حينئذ للإسلام ولا تحقيقا لمقصد الدعوة إليه، بل دعوة إلى إسلام مخنث يعني مصنوع باليد على لا شيخ ليس المقصود هذا، وإنما إذا كنا نرى أن هذا يعني يفسد على هؤلاء الناس دينهم وإقبالهم على الإسلام، لا يفسد عليهم دينهم، بل الدين إذا دخلوه وهم لا يعرفونه فهو دين فاسد، لكن إذا دخلوه وهم يعرفون أن الإسلام هو الإسلام بكامله هو ما جاء من عند الله فجاءوا ملتزمين به بكل ما حكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، فهؤلاء عرفوا الإسلام حينئذ ودخلوا فيه طواعيه. فإذا كانت المسألة أصلا تحتمل وجهة من النظر الفقهي، النظر الفقهي من الإرجاء والتأخير، مثلا تعطيل الحدود في وقت في أرض العدو في وقت الغزو، هذه مصلحة ولكنها تعطل لمدة محددة، تعطيل حد السرقة في وقت الرماد والنجاع هي عطلت لمدة محددة، لكن بالنسبة للأشخاص أنفسهم نجوا من الحد، هذا الذي ما قطعت يده عام الرمادة هل قطعت بعده مثلا؟ لا، لكن هذا الذي ما قطعت يده عام الرمادة أصلا لم تتحقق فيه الشروط، لأنه لم يقع ذلك إلا من مضطر، والمضطر لما يأكل ما يسد به رمقه لا تقطع. المسألة لا علاقة لها بالمقاصد، لا فقط أنها بالعموم هكذا. فسعد بن أبي وقاص أيضا لم يقم الحد على أبي محسن الثقفي، نعم، ألا يكون هذا من تأثير المقاصد على الأحكام؟ لا، لكنه في وقت الغزو، ولما رأى أبو محسن المعركة قائمة تألم لذلك، فهو يرى الطعام وهو في
كفى حزنا. نعم، فأنشد أبياته. ثم إن امرأة سعد كلمته فقالت: إذا أعطيتني عهد الله وميثاقه أطلقت سراحك وأعطيتك البلقاء فرس سعد، فأعطاها العهد إلى هو رجاء أن يعود إلى قيده وإذا قتل يكون شهيدا. وقاتل ورآه سعد فقال: الضبر ضبر البلقاء والطعن طعن أبي محجن. وكان يستغرب ذلك، فلما أتى قال: لن أحدك في الخمر بعد، لن أجلدك في الخمر بعد هذه. فقال: وأنا والله لا أعود إلى شربها. طيب، الشاهد شيخنا في تصرف سعد رضي الله عنه أو عمر في عام الرمادة أو كذا، هو أن هؤلاء دعني أقول لم يعملوا بنصوص جزئية واضحة بأحاديث وآيات في قطع اليد أو في كذا، وأخروا العمل بها لما رأوا المصلحة تقتضي أن لا يعملوا بها. أنا هذا هو محل سؤالي. كما في أي محكمة القاضي لا يجب عليه أن يقيم الحد اليوم، يمكن أن يؤخره غدا أو بعد شهرين أو بعد شهرين لمصلحة. لكن سعد ما أقامه أصلا، ما جلده بعد ذلك. سعد فعل، نعم، لأنه رأى منه توبة وإقبالا فشجعه على جهاده. تسقط الحد مثلا؟ لما رأى منه توبة وإقبالا شجعه على ذلك وهو تاب توبة النصوح بهذا القصد. وبالنسبة لقضية الخاتعمية أقصد الغامدية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخر عنها الحد حتى تضع حملها، ثم أخره حتى ترضع، فلما جاءت به بيده كسرة يأكلها أقام عليها الحد. أيها الأخوة والأخوات، فاصل قصير ونعود إليكم إن شاء الله.